بعد كده بيتكلم اهو الليف باتري، البطاريات المستخدمه في النيسان ليف مانجمنت سيستم بيرفورم، البطاريات البي ام اس اللي موجود في الليف بيعمل ايه؟ كونتينوس سيلف دايجنوزنج. والحته دي خطيره جدا، في ناس كتيره ما بتفهمش القصه دي يا اخوانا. من احد الحاجات اللي كنت هشرحها بالتفصيل تمام، ان انا ما بستناش على البطاريه لحد ما تسخن لما احس بيها بالحساس او بالسنسور، ما بستناش لما الامبير يعلى جامد لما اقول ان الامبير مش طبيعي. امال بيعمل ايه؟ بي اي سي هات دلوقتي، وده يمكن كان في الماجستير شغال عليه، بيسموه سيلف دايجنوزيس. يعني ايه سيلف دايجنوزيس دي؟ الكلمه دي كانت عنوان الماجستير بتاعي، سيلف دايجنوزيس. ان انا اقدر لو انا عندي شريحه الكترونيه، الشريحه دي ليها اطراف كده، اخلي الشريحه دي داخليا احط فيها تيستر، جهاز بيختبر حالتها، والجهاز ده بيدي اوامر على مونيتور مثلا على شاشه يقول لي الحق. يعني افرض لا قدر الله واحد تعبان، يعني ايه عنده مشكله داخل، عنده مثلا الكليه بتلتهب، عنده اي الطحال بتاعه بدا يحصل فيه مشاكل، هو مش حاسس قوي لان هو ايه، يعني واحد صاحبي في مره انفجرت جواز زي ده ليله انفجرت ليله ما حس، في واحد تاني اول ما تلتهب بيقعد يصوت ويروحوا يشيلوا له الزي، لا ده ولا حاسس تمام لحد ما انفجرت فيه الزي. فهو احنا مش بنعمل كده، بنحط جوه المكونات بتاعه السياره الكهربائيه حاجه بتعمل سيلف دايجنوزيس، يعني الاختبار الذاتي، واحط لها مونيتور. يعني زي واحد يعمل تشيك على مصارين السياره من جوه، انا دلوقتي بعمل فحص دوري عليا، رحت كشفت، هو شاف لي الطحال والبنكرياس والقولون والمش عارف والكبد والطحال، شافه بايه؟ باجهزه. فاحنا بنحط حاجه جوه الجهاز هي اللي هتشخص عطل نفسها. يعني سبحان الله، انا مثلا اول ما هتعب مش عارف بطني هتوجعني في الناحيه الشمال اقول لك لا ده البنكرياس عنده مش عارف كذا، ده الطحال مش عارف فيه. فهم بيعملوا كده في معظم البطاريات الكهربيه، بيبقى نظام الباتري مانجمنت سيستم بيبقى فيه سيلف دايجنوستيك. ولذلك الحته دي مهمه جدا، لازم الحته دي تبروزها، سيلف دايجنوستيك او دايجنوستيك باي مونيتورنج. يعني انا لازم ابقى في حاجه داخليا بتحس بمصارين البطاريات جوه، اللي هي ايه الامعاء بتاعت البطاريات جوه، اللي هي السل الواحده، يعني الباكج دي كلها لازم احط لها ناس جوه تحس بيها، مش استنى لما واحده تولع. فهو ده نظام الباتري مانجمنت سيستم، ان هو بيعمل سيلف دايجنوزيس او تشخيص ذاتي للانديفيدوال سيل فولت، يعني كل خليه بيشيك على الجهد بتاعها، انديفيدوال فرديه وحيده. يعني مش تروح تقول لي هم عندي 1000 بطاريه الم كل 10 واشيك عليهم، لا افرض واحده خربت باظت تمام هتبوظ الباقيين. فانا لازم اعمل انديفيدوال سيل فولتج. طيب الستيت اوف تشارج، حاله الشحن، هبدا اشحن، والله المفروض تمشي كده، راح مشيت كده شويه وبعد كده راح نازله شويه كده، يبقى الحته دي مريضه فيها مشكله، كله ده بكيرفات هيظهر على المونيتور هنا، على المونيتورنج هنا، زي ما انت بتروح تعمل اشعه سكان على جسمك، تعمل تحاليل وفحص، هو بيعمل كده. فانت بتروح تفحص كل بطاريه تمام، تفحص حاله كل بطاريه، الستيت اوف تشارج، حاله الشحن، الباتري تمبريتشر، درجه الحراره مهمه جدا. بعد كده الهارمفول اللي هو ايه، الـ خلاص فسدت او بدات تهرم او بدات البطاريه تكبر في السن. يعني انا جايب بطاريه العمر افتراضها 8 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين، في مقياس بيقيس لك الهاردوير كونديشن من ناحيه ان البطاريه التقادم، او بيسموه الايجنج كونديشن، الباتري باك هاردوير كونديشنز، اللي هي ايه، حاله المكونات بتاعه حزمه البطاريات، كل بطاريه دي قديمه شويه، دي ادمت، مش عارف العمر الافتراضي بتاعها كذا، متبقي فيها كذا وهكذا. البي ام اس اوبتمايز كونديشن تو بروفايد باور اون ديماند، يعني ايه؟ من احد حاجات البي ام اس مش بيحافظ على حاله البطاريات ولو تعبانه والامبير زايد ولا الكلام ده، لا ده بيعمل اوبتمايزيشن. اوبتمايزيشن يعني افضل حل، اوبتيمال سوليوشن يعني افضل حل،
اوبتيمال كونديشن يعني افضل حاله، هو بيختار افضل وضع للبطاريات بحيث يغذي الكنترولر تمام، او افضل وضع لشحن البطاريات. يعني البي ام اس هو اللي بينظم عمليه الشحن، وهو اللي بينظم عمليه خروج الكهرباء من البطاريات عشان تروح للموتور او تروح للكنترولر اللي هو الانفرتر وبعد كده للموتور. فالبي ام اس ده هو العقل المفكر اللي بيهيئ الحاله الصحيه والنفسيه للبطاريات. طيب الباتري مانجمنت سيستم ريسبوند تو ان اكسبكتد كونديشن باي جوينج تو فيل سيف مود. يعني ايه بقى؟ في حاجه بيسموها المودز. لو حصل فيل، حصل يعني فشل في ان انا والله اقرا داتا بتاعه بطاريه، فهو بيعمل لي اخطاء غير متوقعه، ان اكسبكتد كونديشن، لو حصل كذا، ويحط سيناريوهات. من الحاجات السيناريوهات المهمه جدا انه ممكن يلاقي بطاريه واحده بس فيها مشكله، يروح يعمل لك شت داون للسيستم، كومبليت شت داون تمام. وبالتالي اول ما بيعمل لك شت داون كده بيحميك، لان انت لو سبت بطاريه واحده بس وماشيه وحالتها 80% و70% او التيار بتاعها سخن، ممكن تولع لك في كل الباتري باك، تولع لك في العربيه كلها. فهو بيقول لك ان هو يقدر يعمل فول شت داون، كومبليت شت داون تمام، بناء على ان والله البطاريات حصل لها اوفر تشارجنج، شحن زياده. اتكلمنا في البطاريات على الموضوع ده تمام، اوفر تمبريتشر، درجه حراره زياده، واحده سخنت زياده عن اللزوم، سيل فيلير. هو بيشيك انت عندك 200 سيل، 200 خليه، بينده عليهم بالواحده، يا خليه رقم واحد موجوده يا عم ودرجه حرارتي مظبوطه وزي الفل وسليمه ومش عيانه. طب يا خليه رقم اثنين، لا والله الامبير بتاعي زاد، انا حاسس بسخونه يا عم الحاج. يروح واخد الخليه رقم اثنين دي ويعمل لها دايجنوز ويشوف، والله لو ليها سخنه جدا تمام ومش هتنفع، يروح موقف السيستم، يا اما تغير السيل يا اما تغير الموديول اللي جواه اربعه كامل وتتحل المشكله. يعني انا تعبت، رحت كشفت، خدت اسبرين ولا حقنه ولا بتاع ده، لحقت نفسي. طب انا سبت نفسي، لا النهارده سخن، بكره سخن، بعد ممكن المرض اللي جوايا يزيد وانا ما اعرفش تمام. الكراشنج اللي هو يحصل كراش او يحصل تعارض بقى في الفانكشنز نفسها بتاعت البطاريه، في الشحن، في التفريغ، في عمليات مين يطلع من الموديول رقم واحد ولا اثنين، لان في بريورتي في التشغيل اصلا في الموديول، سواء كان عندي 16 موديول او رقم، في بريورتي او الاولويات في مين يشتغل اول، في سيكونس اوف اوبريشن وهكذا، هنحكي عنها بالتفصيل. بس اللي عايز اقوله لك ان الباتري مانجمنت سيستم ده اهم حاجه في موضوع إدارة البطارية، يقلل احتمالات ارتفاع درجة الحرارة، يقلل التيارات، يظبط التشارج، يظبط الديستشارج، كل حاجة هو بيعملها للبطارية. من الحاجات الصعبة بقى إن أنت تفهم الباتري مانجمنت سيستم ده جوه بيشتغل إزاي، لأن إحنا هنبدأ ندخل على دوائر بروتكشن أو دوائر حماية تمام. فهو هنا بيقول لك في بعض الحاجات بيحصل هاي فولتج سيركت تمام، هاي فولتج يعني الجهد المفروض يبقى مثلا 220 فولت، رحت لقيته بيتضعف 500 تمام. يعني في مشكله ان الفولت يبقى شديد في الاول، فبيحاول يركب حاجات تبدا تشتغل على السياره، بيركب شويه حاجه بيسموها ريلي. هندخل بقى طبعا في كانك انت بتعمل باتري مانجمنت سيستم، ادي الباتري باك اهي تمام. فبياخد الريلي ده بيبقى هو اصلا نورمال اوبن. طبعا احنا عارفين من الكونتاكتور نفسه، الكونتاكتور بيبقى فيه نقطتين، يا اما مفتوحين يا اما مقفولين، فالنقطتين دول بيسموهم نورمال اوبن او نورمال كلوز. فهيبدا يحكي هو لو كان نورمال اوبن، يعني النقطتين اللي تحت دول اهو الباتري مين ريلي مفتوح تمام، لو هما طبيعي كده مفتوح هياخد اشاره بوضع معين يقفل. في حاجات بيبقى النقطتين دول اصلا الطبيعي بتاعهم مقفول، لما ياخد اشاره يفتح. يعني في حالتين، في نورمال اوبن اهي، اللي هي نورمال اوبن دي بيسموها ان او في الكونتاكتورز والريليز والكلام ده، وفي عندي نورمال اوبن الثاني، نورمال برضو نورمال بس مش اوبن، كلوز. زي فكره السويتش، هو المفتاح ده اهو، يا اما طبيعي ان هو مفتوح وانا اجي اقفله زي مفتاح الاناره كده، او هو اصلا
واصل كده مقفول، ولما اجي انا افتح الدايره ارفعها لفوق كده يبقى اوبن اهو، بي اي اوبن. تمام. الناس طبعا عارفه الكونتاكتورز والريلي، ولا الناس مش عارفه الكونتاكتور والريلي والحاجات دي؟ لان هناخد فيها جزئيه خاصه بالتحكم بالمواتير. تمام. طيب الباتري باك مش هزود عليكم انا، عشان لما بدخل في الحته دي بتبقى عايزه محاضره في اولها كده في اول اليوم. الباتري باك اللي هي حزمه البطاريات، المفروض اللي هو المربع الكلي ده، في ريليز من باتري باك او اتنين ريلي، بيدخل معاهم كات اوف اللي احنا بنسميها كتاوت، كتاوت او كات اوف، الكتاوت بتاعت السياره زي بتاعت الكتاوت بتاعت الاناره دي. تمام. بتدخل على الفيكل كنترول موتور او موديول، عفوا الموديول ده واخد من حساسات. تمام. واخد من سنسورز، السنسورز دي تدخل على الفيكل كنترول موديل او موديول، وتروح داخله على نظام التحكم في البطاريات، والبطاريات دي كلها هي اللي بتغذي الانفرتر، والانفرتر بيغذي الموتور. تاني ببساطة، لان انا دلوقتي هدخل في حتة ادي الباتري باك او الباتري، حزمة البطاريات اللي هي المستطيل الكبير ده، جواه هنا مستطيل صغير اسمه باتري مانجمنت سيستم، وجوه هنا في ريليز على البطاريات، اعتبر دي هي البطاريات السويتشز الرئيسيه ودي البطاريات. فهو بيحكي ازاي؟ بيقول لك والله لو انا هدخل اي سي انبوت، اي سي انبوت يعني تيار متردد هدخله على الاون بورد تشارجر بشحن في البيت، فراح حاطط هنا ريلي، وداخل بالريلي داخل على الريلي الرئيسي بتاع البطاريات قبل ما يدخل على البطاريات. النقطتين دول مشتركين في السيارة، في مخرج زي ما قلنا أو مدخل للشحن البطيء اللي هو في البيت بالتشارجر العادي، وبيبقى زي ما قلنا بيبقى بيعتمد على الشاحن اللي جوه السيارة اللي هو الأون بورد تشارجر، شرحناه ده كذا مرة. أو أنت بتشحن سريع كويك تشارجنج، هو بيتغذى بالاي سي من شركة الكهرباء بس بيطلع لك دي سي. تمام. بتروح داخل على ريليز، فهو هنا بيقلب فكره الريليهات او الريليز الار ال واي دي، ان انا اعتبرها كانها كونتاكتور او ريلي مفيش مشاكل، ان انا بقدر اعمل اون واوف، اقدر افصل عشان اقدر اعمل كنترول. فلازم انا دلوقتي الاشاره جاتني اروح قافل هنا، هو نورمال اوبن اعمل نورمال كلوز. طب لو بقي نورمال كلوز هيدخل على الريليهات، الريلي الرئيسي بتاع الدخله هما الاثنين فردتين لان واحده موجب واحده سالب. تمام. هيدخل هنا على التو ريليز بتاعت البطاريات، لان البطاريات في الاخر انا موصلهم توالي وتوازي، ما ينفعش يبقى طرف واحد بس، فمجموعه البطاريات في الاخر واخده طرفين، جيت على اخر طرفين اللي هما كل البطاريات دول ورحت موصل ريلي على البوزيتيف وريلي على النيجاتيف عشان اقدر افصل منهم، هما نورمال اوبن قفلت يبقى انا في حاله شحن. طب ده اتفتح، لو ده اتفتح يبقى انا مش بشحن، ده انا بفرغ من البطاريات في مين؟ في الانفرتر، والانفرتر هيدي الموتور. الناس معايا ولا نمت يا اخوانا؟ السلام عليكم. السلام. معايا؟ طيب تمام. نعم نعم معك يا دكتور. طيب تمام. الفكره ببساطه ان هو جايب لك شاحن اهو هنا اي سي، شاحن بطيء وبعد كده شاحن سريع، وبعد كده مدخلك على ريليهات، اعتبر دي مفاتيح، والمفتاح موجود على الطرفين، طرف الموجب والطرف السالب، ودي مجموعه البطاريات. تمام. فهو بيقول لك ان البطاريات دي هتاخد تدي الانفرتر زي ما قلنا، والانفرتر هيدي الموتور. طيب هو الباتري باك ده او الباتري مانجمنت سيستم بياخد من الفيكل كنترول موديول، طب الموديول ده اخد من مين؟ لازم يبقى فيه سنسورز، شويه حساسات هنحكي عنهم، حساس درجه حراره وحساس جهد وحساس تيار، فبياخد من الحساسات دي يروح على الموتور كنترول. الموتور كنترول هو اللي بيدي اوامر للبطاريه تطلع كام للانفرتر. فالرسمه دي رسمه بسيطه، كل اللي زاد فيها شويه مفاتيح من الاخر ريليز. بعد كده نيسان بقى بدات تتكلم، يقول لك امباكت سيفتي كونسبت، اللي هو ايه؟ تعالى نتكلم شويه عن السيفتي، الامان. فانت مشكلتك في موضوع الامان، قال لك والله لما نيجي نعمل سياره اي اي سي اللي هي الانجن بتاع الديزل بتاعنا، وبيعملوا لها اختبارات على البودي نفسه، يقعد اخبطها كده وشوف قوه التصادم. تمام.
فلو هو بيعمل القصه دي بيقول لك والله بريفنشن اوف سكندري اكسيدنت البروتكشن اوف فويل سيستم، هو عايز يقول لك ايه؟ ان والله انا هنا مهم جدا ان انا احمي نظام الديزل او البنزين اللي موجود، ولذلك معظم السيارات بتلاقيها حاطه الديزل ورا، لان معظم الحوادث بتيجي تخبط واحد بيخبط من قدام كده، وبيحطها مش بيحطها على اخر السياره بحيث لو انت حد خبطك من ورا كده تمام بتاثر على التانك وممكن تولع والكلام، لا ده هو حاططها جوه شويه هنا التانك كده تحت بحيث وفي اكسدام حديد كده بيحميك شويه. هنا بقى انت مشكلتك فين؟ هنا مشكلتك في البطاريات، لو حد يعني خبط البطاريات هتولع. فهنا بيقول لي الباسنجر بروتكشن البودي ديفورميشن كنترول اوبتمايزيشن اوف ريسيستنت سيستم، ان هو عايز يعمل يعني حمايه لمقاومات السيستم اللي هو من خلال الباتري باك. احنا قلنا في البطاريات ما بتبقاش بعد العجل مباشره، بيسيب مسافه كده وحاططها هنا في النص تعتبر تمام. البروتكشن الثاني بيحميك من الهاي فولتج من الجهود العاليه تمام، هو بيحميك بروتكشن بيقول لك في عندي تريبل بروتكشن ستراكشر، ثلاث انواع حمايات في حاله الاي في، وفي عندي اريكتيكال سيفتي سيستم اللي هو السيفتي سيستم ان هو حاطط البطاريات ورا شويه كده بحيث لو حصلت اي اكسيدنت تمام ما تاثرش عليك، وبيدي لك حمايات للباتري باك او الصندوق بتاع البطاريات. طب عاملها ازاي القصه دي؟ اهو هيحكي لي اهو هيعملها ازاي التريبل الكتريكال سيفتي سيستم. اول حاجه بيقول لي الكابن او الكابينه بتاعتي اهو is structurally separated from high voltage electrical system with EV dedicated body and optimized layout. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا والله الباتري باك دي بيبقى حاطط زي صاج هنا عشان يحمي او يعمل عزل للباتري باك عن الجزء الاولاني بتاع البطاريه والجزء الخلفي تمام، وبيجي بيحط زي مصدات كده في الجزء اللي ورا هنا عشان لو اتخبط السياره منه. شايف ده كله اللي هي الشنطه بتاعت السياره دي برضو هو ما في ناس يقول لك طب احنا كنا حاطين البطاريات دي كلها ورا في الشنطه هنا وخلصنا، لا ده نوع من انواع البروتكشن. ثانيا بيحاول يعمل لها ان الكابينه تبقى معزوله تمام بعيدا عن الهاي فولتج الكتريكال سيستم. هاي فولتج بيحصل فين؟ الهاي فولتج بيحصل في الاطراف اللي هتاخد من قدام دي تمام تدي الموتور، لان الموتور هنا تحت، فهو بيجي يعمل عزل للبطاريات من ناحيه الهاي فولتج ويخليها تحت في السياره ما بيخليهاش حتى قريبه من السواق. بريفنتيف هاي فولتج الكتريكال ليكج ويز فيوزز، طبعا هو بيعمل الحمايات دي لازم يحط فيوزات بحيث لو اي حاجه هتبدا تحصل فيها مشكله الفيوزات دي بتضرب تمام. وبعد كده بيعمل كات اوف هاي فولتج، يعني اي فولت من خلال البي ام اس يقدر اي فولت حاسه زياده يروح يعمل كات اوف يفصل تمام، من خلال طبعا الامباكت ديتكشن اللي هو النظام اللي بيحدد بيه اللي هو يعتبر حته من انظمه البي ام اس. طيب الاستراكشر نفسه هو بيحكي بقى على الاستراكشر هنا تمام، ازاي اصلا بركب الباتري باك ويكون حواليها الجزء اللي انت شايفه ده باللون البنفسجي اللي هو ايه زي صدادات حديد كده تمام بتحمي ان لو السياره اتخبطت كده من الجنب. سيرد بروتكشن استراكشر بروتكت باتري موديولز ويز هاي سترينث باتري فريم، اهو ده الفريم، ده الفريم اللي حوالين مجموعه البطاريات تمام. ادي طبعا الباتري مديول هو مش بيكتفي ان هو يحطها في بوكس، لا ده بيحط حواليها فريم وهي اصلا موجوده جوه باكج زي ما قلنا اللي متقفله دي ومحميه ضد الميه والكلام ده تمام. فده كله بيبقى حمايات. ممكن الناس تسالك يقول لك طب هم البطاريات دي لو اتخبطت، ممكن فعلا لو واحد خبط السياره كده من الجنب او من ورا او من قدام تمام والخبطه دي جامده او الحادثه دي جامده دخلت خبطت في البطاريات الاطراف الموجب والسالب تلمس بعض ممكن كلها تولع، فهم عاملين حساب البروتكشن او الحمايه بحيث يعزل البطاريات خليها في النص كده بحيث لو اتخبطت ورا قدام تبقى ايه تبقى محميه بالجزء اللي هو الفريم بتاعه، وبيحاول يعزل اللي هي الاطراف بتاعه الهاي فولتج بحيث لو حس باي زياده في الامبير او الجهد بيفصل. طبعا من احد حاجات السيفتي او من احد حاجات التستنج اللي بيعملوها كولد اريا تيست، لو حطوا مثلا في ايطاليا مثلا درجه حراره تحت الصفر
هل السيارة تقدر تتعامل ولا لا؟ بيحطوا لها سخانات هيترز ووتر كفرد رود تيست، يروح مدخلها لك في سيارة، مدخل السيارة بص كلها نصها جوه المية اهي، ممكن يقول لك لا البطارية هتدخل مش هتدخل، لا وبيعمل لك اختبارات على الوضع ده. ان ايفن رود تيست ان هو ايه خد مطبات، فهو مطب عالي واطي هل هتستحمل ولا لا. الهاي بريشر ووشر تيست ان انا لو جيت غسلت الموتور بميه تمام ضغطها عالي شويه هل الجزء اللي قدام ده هيتاثر ولا لا، برضو كل الحاجات دي بتبقى بروتكتيف او محميه ضد الميه وضد الاستعمال